مائے تشریف لے کے آ رہے ہیں امیر حمزہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.